هاي النهارده معايا لعبه يو دول لينكس. هنفتح مع بعض كاركتر جديده من عالم جي اكس وهنفتح مع بعض شويه باكات. معايا 2000 جيم، هنفتح شويه باكات ونفتح الكاركتر الجديده. بس قبل ما نبتدي نروح نحط لايك لان ده فعلا بيساعد، وانا اشترك على القناه. طيب يا شباب، زي ما انتم شايفين معانا كاركتر جديد محتاجين نعمل له انلوك، اسمه دكتور فيليان كرولر. معرفش انا كده بنطق اسمه صح ولا لا، بس ما علينا. احنا محتاجين نشوف الطالب المتطلبات اللي هو محتاجها. هنا في هنا بيقول لي يا باشا اول حاجه، بيقول لي هنا السمن اليمنتال هيرو فلام وينج مان، دي اسم بطاقه، اسم ورقه، وحش اسمه كده، اسمه اليمنتال هيرو فلام وينج مان وان تايم. يعني محتاجين ننزل الوحش ده مره. بلينج از جايدن يوكي، لو انت بتلعب بجايدن يوكي ان ادول في مبارزه ضد دكتور مين ده؟ ات ليفل 30. يعني احنا نلعب ضد الدكتور كرولر ده ليفل 30، ولازم تنزل الوحش ده في الجيم. تمام. ده كده يا باشا اول مهمه. طبعا احنا هنقرا مع بعض المهمات كلها بحيث ايه نفسرها كده بوضوح. المهمه الثانيه بتقول انفليكت 2000 اور مور بوينت اوف افكت دامج with a single effect activation in a duel against دكتور مش عارف ايه كرولر at level 30 using جايدن يوكي. بقول لك يا باشا انت محتاج تعمل effect damage، مش انك تهجم، تعمل effect damage بوحش effect يعني ضد اللي هو الدكتور فيليان كرولر في level 30 وانت بتستخدم جايدن يوكي. تمام. طبعا الناس هتقعد تفكر بقى انا ازاي هعمل effect damage 2000 او اكتر، يعني عايزين نجيب وحش او انك تعمل افكت دامج وخلاص، سواء بورقه بقى سبيل تراب وحش. انت المفروض تفكر في هذه المساله. عندك بقى يا سيدي برضو اللي بعد كده اتشيف 1 كام باك فيكتوريز ان دول ضد دكتور مين ده ات ليفل 30 يوزنج جايدن يوكي. عايزك تعمل تكسب جيم كام باك فيكتوري. الكام باك فيكتوري قلنا قبل كده انك بتاخد، يعني بتضرب الاول بعد كده ترجع تكسب على طول. يعني انت لازم تاخد دامج كده منه الاول، تاخد انت اول دامج وبعد كده انت ترجع ايه تكسبه. ده الكامباك فيكتوري واتكلمنا فيه قبل كده برضو ضد دكتور فيليان كرولر ده ليفل 30. عندك واحده كمان بيقول لك اتشيف 3 وين يوزنج اونلي ماشين تايب مونسترز كارد ان دول وورلد جي اكس دول. عايزك تلعب وتحقق 3 فوز بورق ماشين فقط، ورق الات فقط، ضد اي حد. هتلعب ضد اي حد بورق ماشين وتكسب 3 مبارزات. دي كده المتطلبات بتاعت الشخصية. بس في كمان واحدة ايه فوق انا عملتها من غير مقصد، يعني عملت لها اتشيف يعني من غير مقصد. بيقولك يوز ليفل 7 اور هايتر مونسترز كارد 3 تايم ان 1 دول وورلد جي اكس. محتاج ان انت تنزل وحوش ليفل 7 او اكتر 3 مرات في مبارزة واحدة. طبعا عشان انا بلعب ببلو ايز فنزلت بلو ايز كذا مره في دور واحد، فهو محتاج انك تنزل وحوش ليفل 7 او اكتر 3 مرات في نفس المبارزه ضد اي حد، بس يكون في جي اكس دول، في عالم جي اكس. دي كده كل متطلبات دكتور بتنجانه ده اللي هو دكتور مش عارف ايه مين ده، هو الدكتور ده. دي المتطلبات، ده 1 2 3 4 5 مهمات. تمام كده يا شباب. تمام يا شباب، هندخل على الجيت وهنختار دكتور، هنختار دكتور سلوى ده وهنلعبه. تمام ماشي، هنلعب. تمام، وهنحاول برضو نسرع الدنيا شوية بحيث ايه يعني نركز على النقط المهمة. تمام، لان انا عارف ان انتوا يعني كلكم عارفين الكلام ده. هعرفكم ازاي انا عملت 2000 افكت دامج او اكتر، يعني ايه الفكره اللي انا استخدمتها ان انا اعمل افكت دامج 2000 او اكتر، انا عملت ده ازاي. تمام، لو حد عايز ينفذ نفس الفكره. انا لعبت رينك ليجد وورقه البلاك ريتوال علشان انزل الوحش الريتوال ده. وحش حلو جدا وفي بيعمل افكت دامج، بيعمل افكت دامج حلو قوي. اهم حاجه نستخدم ورقه زيرو، يعني يبقى معانا وحش ناخد ورقه مقلوبه افكت ايه زيرو. تمام كده، انا دلوقتي الوحش بتاعي قوته زيرو عشان انا اخترت ورقه مقلوبه. هاجم على وحش من عنده ب 2300 اتاك، هاخد انا 2300 اتاك دامج وهو كمان هياخد افكت دامج نفس الايه البوينت دامج. فدي فكره حلوه قوي انك تعمل، انا خدت 2300 وهو كمان اخد 2000
300 افكت دامج كده. احنا عملنا 2000 او اكتر افكت دامج. ورقه سهله جدا، نزلها وخد اي وحش منه زيرو واضربه، انتوا الاثنين هتاخدوا نفس الدامج. حلو، ليفل اب معانا 100 جوهره، حلو قوي. تمام شباب، دي تعتبر اهم حاجه انا عملتها، ان احنا ازاي نعمل افكت دامج ب 2000 او اكتر. يعني دي الطريقه اللي انا استخدمتها. بقيه المتطلبات اللي هو محتاجها كلها سهله جدا. يعني هنا بيقول لك يا باشا، طبعا سيبك من ده الستيج ميشن، سيبك من الستيج ميشن، هنستلم الهدايا بتاعت الستيج ميشن. هنا بيقول لك سمون اليمنتال هيرو فلام وينج مان، ده وحش يعني، دي ورقه انت بس ايه نزلها والعب بيها وخلاص، والموضوع يخلص يعني، واكسب الماتش ضد في ليفل 30، العب ضده في ليفل 30 والعب الورقه دي، اعمل عليها سيرش ونزلها والعب بيها وخلاص، وهي موجوده يعني. تمام. ده الموضوع ده يعني مهمه سهله جدا، مش محتاجه تتوثق يعني. الانفليكت 2000 اور مور بوينت افكت دامج عملناها بيرنج ليجد، قلت لكم دي الطريقه اللي انا استخدمتها عشان نعمل 2000 دامج او اكتر. الكامباك فيكتوري سهله جدا، هتخليه يضربك الاول بعد كده انت تكسب، يعني خليه يديك ضربه الاول بعد كده انت تكسب. تستخدم وحوش ليفل 7 او اكتر 3 مرات في ماتش واحد، برضو نزل وحوش ليفل 7 او اكتر واعمل 3 سمن ليفل 7 برضو، يبقى انت عملتها بسهوله. مهمات سهله جدا، مفيش فيها اي مشكله خالص. يمكن اصعبهم انك تعمل 2000 افكت دامج او اكتر. طبعا انك تكسب 3 مرات مستخدم ورق الات، الموضوع سهل جدا يا اخواننا، مفيش فيها يعني، شخصيه من الشخصيات السهله اللي متطلباتها سهله جدا. تمام كده تيالي خلاص. تمام شباب، مش حابب اكتر قوي واتكلم عن الشخصيه قوي، المتطلبات زي ما انتم شفتوا، المهمات بسيطه وسهله مش محتاجه شرح كتير. خلونا نفتح مع بعض شويه باكات. حوشت شويه جيم وعايزين نفتح مع بعض شويه باكات كده، عايزين نشوف حظنا ايه النهارده. تمام شباب، زي ما انتم شايفين معايا 2039 جيم، فرصه كويسه جدا. قعدت افكر يعني افتح بوكسات ايه، افتح باكات ايه، انا محتار ومش عارف. وآراء الناس يعني، لما حد يقول لي افتح من البوكس الفلانيه، افتح من الباك الفلانيه، افتح من الباكج الفلانيه، ماشي يا اخوانا، ما انا لما يعني افتح عشوائي، يعني ما لما افتح عشوائي الورق اللي هيطلع لي دوت مش هيفيدني مثلا في المجموعه اللي معايا، او انا غير مهيئ ان انا اعمل مجموعه جديده دلوقتي، او ان انا اعمل مجموعه جديده انا لسه ما قررتش ايه المجموعه الجديده اللي انا هعملها، والمجموعه دي بتحتاج جواهر كتير جدا، يعني الموضوع صعب وفي حيره كبيره. فانا جه في بالي دلوقتي ان انا عايز اركز قوي على المجاميع السبيشال. يعني هنا في معايا باكات اللي هي السبيشال، السبيشال دي كلها متحبشه كده، يعني كل واحده بيبقى لها ليميت 10 12 8 تفتحهم ليميت. فانا قلت طيب ماشي، ما ناخد الحلو من هنا وناخد الحلو من هنا وناخد الحلو من هنا لحد ما نخلصهم، يبقى احنا برضو ايه يعني جمعنا برضو اكبر قدر من الورق الكويس. فهي فكرة مناسبة بالنسبة لي ان انا يعني تلائم طبيعة الورق اللي معايا، ان انا عايز افتح انوع ان انا افتح باكات من دي اللي هي بليمت وبنتين. فنفتح مع بعض اول واحدة بنتين. ونكسب اي حاجة بقى مش مشكلة يعني، اول الوضع كده كده صعب ان انت تدخل تفتح باك عشان تكسب منها ورقه ولا اتنين، الباك ب 500 فالموضوع هيبقى صعب جدا. كسبت ورقه اسمها ريد جيت، مش عارف الى حد ما مش محتاجها من ضمن الورق اللي انا بلعب بيه. هفتح برضو واحده تانيه من مكان، من بوكس تاني يعني، نفتح بوكس تاني خالص برضو. تمام، هما بيبقى في ورق يو ار واس ار كتير، يعني في هنا 28 30 36 ورقه اس ار يو ار، ففرصتك كويسه برضو. غير كده 12 ورقه ب 200 حلو مش وحش، ورق يو ار. فكميه الورق اليو ار والاس ار لو ربنا كرم بكام ورقه كده هيبقوا كويسين، لان الورق ده شامل يعني لامم حاجات كتير، ولامم ورق سينكرو كتير، ورق اس ار فولكانيك كوين. السبيشال يا جماعه، السليكشن بوكس والسبيشال ده كله لامم ورق كتير قوي، سينكرو اكس واي زد واكسيز والحاجات الحلوه دي كلها. نفتح برضو ماشي، ده انا مخلصه السليكشن بوكس فوليوم 3، ده انا مخلصه.
فنفتح بقى من نفتح من سيليكشن بوكس فوليوم 2 ده، ولا نفتح من ايه؟ ماشي نفتح من سيليكشن بوكس فوليوم 2. ماشي يو ار في الاخر بتطلع اس ار، معرفش ازاي. كراب ورقة سينكرو يعني برضو مش وحشة يا جماعة. يعني انا عايز برضو اقول حاجة مهمة، انت لما بتفتح باكات كتير تمام، برضو انت ده بيعود عليك، بيبقى معاك ورق كسيز، بيبقى معاك ورق سينكرو كتير بمستويات مختلفة بليفلات مختلفة، فده برضو بيساعدك انك تعمل اتشيف لبعض المتطلبات اللي بيطلبها منك. باشا عايزين ورق كذا العب بيه اكسب بيه، بتبقى انت جاهز ومؤهل برضو يعني مش وحش. يعني كده كده الناس بتبقى متضايقه عشان محتاجه ورق يو ار واس ار معين، فده بيضايقها ان هم مش بيطلع لهم الورق ده بسهوله. نفتح برضو باك اللي هو السيليكشن بوكس فوليوم 1 ميني. حلاوه السبيشال ده شباب، الباكات السبيشال دي حلاوتها انها لمه من كل مكان، شامله من كل مكان. الورقه دي حلوه قوي. دارك الف بتهرج، مش ممكن بجد. ماشي نفتح من باك سيليكشن بوكس فوليوم 1 ده اللي هو بقى فيه كوريبو وفيه ميرل فورس وفي حاجات حلوه جدا. قشطه ماشي. يو ار في ورق كتير جدا نيو، يعني انت متخيل ورق كتير بفتحه نيو جديد ما كانش عندي اصلا، فمش وحش. اقصى درجات العنايه الالهيه كويس. باي اوردر اوف ذا امبيريور ورق اس ار برضو، بس كويس طلع لي الالتيميت. هنفتح خمس باكات، هو الباك ب 200 يعني في خمسه ب 1000 هيطلع لنا من يعني ال 1000 دول هيطلعوا لك ايه المفروض؟ هيطلعوا لك خمس ورقات. ال 1000 دول انا كان معايا 2000 يبقى انا كسبت 10 ورقات، 10 ورقات يو ار او اس ار او من ده على ده. على فكره نفس المعادله تقريبا، لو انت فتحت باك ب 500 ممكن تكسب ورقه اس ار ورقه يو ار اتنين مثلا بال 500، فممكن 2000 يعملوا لك 6 ورقات مثلا او 7 انت وحظك. انما ده ضروري لازما وضروري يطلع لك واحده يو ار او اس ار، واحده بس. ريتوال فيست الفي ابيليو معرفش ايه الورقه دي للاسف، مش من ضمن الاستخدامات يعني. فانت كده لما تفتح باكات سبيشال برضو انت الكسبان، يعني كل ال 2000 جيم عليهم 10 ورقات اس ار او يو ار. نفتح يا باشا ده كمان، هنلف عليهم كده يعني واحدة واحدة. تقعد تبرق لي وفي الآخر ما بيطلعش حاجة عادل. الكويس في الموضوع إن أنا بيطلع لي ورق إكس واي زد كتير، كويس، وليفل 2 وليفل 3 تشكيلة حلوة كتير. انا ما كانش عندي كل ده. حلو قوي برضو كسبت كونستيلر بوتولومي ايه ده ما علينا، كونستيلر اسمه
كونستيلر، كسبنا ورقة كونستيلر اكس واي زد شغال. طبعا السليكشن بوكس فوليوم 3 خلصتها كلها، كنت يعني بصوا فيها ورق انا محتاجه وما كسبتش منها حاجه خالص للاسف. ميتشا فانتوم بيست بلاك فالكون، ايه يا جدعان الورق ده؟ يا جدعان الورق ده بجد، ايه الورق ده يا جدعان؟ الناس بتعمل ايه بالورق ده؟ معقول يعني كل ورق من ده ليه ديك معينه وليه خطه معينه وليه ده؟ الموضوع يا جماعه الموضوع بقى مرعب يعني بصراحه، الموضوع بقى مرعب. فاضل لنا باكين كمان وخلاص. حلو قوي دارك ميمك دي، حلوه جدا، كويس انا كسبت دارك ميمك. دارك ميمك ورقه حلوه جدا يا شباب. ايه الورقه دي؟ انا فاكرها الورقه دي. فليب تارجت 2 ست سبيل او تراب كارد اون ذا فيلد ديستروي ذيس تارجت. اي ورق سبيل او تراب مقلوبين ست تدمرهم. والله حلوه جدا. ماشي فاضل لنا باك واحده بس هنفتحها. هفتح من الباك اللي هي فيها سيليكشن بوكس 1 اللي فيها كوريبو، فيها ورق كتير حلو. انا عرفت هعمل ايه خلاص. انا يعني كل لما اجمع 1000 جيم ولا حاجه هدخل افتح من السيليكشن من السبيشال بوكس ده، لان منوع كده وحلو جميل وممكن يعني ايه لحد ما تخلصه على الاقل، يعني لحد ما تخلص الليميت اللي فيه ابدا افتح بقى بوكسات بقى زي ما انت عايز. Reinforced Human Physics Borg معرفش مين ده، معرفش مين الورقة دي. ورقة يو ار up to twice per turn you can remove from play one physics type monsters from your graveyard to have this. مش عارف تمام. للأسف خلصنا ال 2000 جيم، خلصنا ال 2000 جيم و يعني ما كسبناش حاجة مؤثرة قوي، ما كسبناش حاجة باينة قوي، ما كسبناش حاجة انا محتاجها قوي، لكن السبيشال بوكس برضو كويس مش وحش. يعني احنا لو انا هحط ده تارجت ليا واحاول اخلصهم كلهم. انا هخلص الليميت بتاعي من السبيشال بوكس، بعد كده ابدا افتح بوكسات عادية من 500 دي وخلاص. يمكن ربنا يكرم باي حاجة من السبيشال بوكس. تمام يا شباب زي ما انتم شايفين فتحنا شويه جيمات وفتحنا شخصيه دكتور فيليان كرولر. ان شاء الله الحلقات اللي جايه باذن الله نفتح كاركتر جديده. لو حابين ان انا اكمل في يوجيو دول لينكس ونفتح شخصيات جديده، لايك اشير الكومنت سبسكرايب وتفعل الجرس وتستنى الحلقه اللي جايه. سلام.